اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. هناك فرق شاسع بين أن تكون حريصا في إنفاق النقود أو أن تكون بخيلا، فالحرص هو أن تحاول تنظيم مصروفك بطريقة عادلة لا تحرمك من التمتع بملذات الحياة، بينما البخل هو عادة سيئة تجعل صاحبها متعطشا للمزيد والمزيد من المال لدرجة أنه سيشعر بالمرض حين يدفع النقود. فإن كنتم ترغبون في الاطلاع على الأبراج البخيلة شاهدوا معنا هذا الفيديو الذي سيكشف عن الأبراج الخمسة الأكثر بخلا على الإطلاق. لكن قبل أن نخوض في التفاصيل، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناة رويش تي في مع تفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد فور نشره. خمسة أبراج هي الأكثر بخلا على الإطلاق، تعرفوا عليها. البرج الأول على القائمة، برج الثور. يتصدر مولود برج الثور قائمة مواليد الأبراج الأكثر بخلاً وميلاً إلى توفير الأموال وادخارها. هذا الخبر سيكون بحد ذاته سبقاً صحفياً لم يسمع به أحد قبل الآن، وقد يثير غضب مواليد برج الثور وانزعاجهم عند سماعه. لكن الحقيقة التي لا يعرفها أحد هي أن مولود الثور يعتمد على شعبيته كي يوفر على نفسه بعض المصاريف، فبما أنه شخص محبوب ولديه العديد من الصداقات والمعارف، وبما أن الجميع يسعون لكسب مودته واحترامه ويريدون فعل أي شيء كي يسلموا من سلاطة لسانه، هذا الأمر سيدفع كل من يعرف مولود الثور إلى دعوته لتناول الطعام أو المشروبات مجانا وتقديم الهدايا التي يحبها من دون أي مناسبة تذكر. لذا سيكون مولود هذا البرج في قمة سعادته لأنه سيدخر ما في جيبه قدر الإمكان، ولن يجد حرجا في قبول تلك العروض والولائم، فهو يرى أن محبة الناس له هي نعمة لا تقدر بثمن. من جانب آخر، سيتجلى بخل مولود الثور وحرصه على أمواله في حرمان نفسه من بعض ملذات الحياة، مبررا ذلك بوجود ما هو أكثر أهمية وأولوية، كما إنه سيكون حريصا على كل قرش ينفقه حين يخرج لقضاء بعض الوقت مع أصدقائه، وسيكون من الصعب عليه أن يدفع الفاتورة بشكل فردي، بل دائما ما يلجأ إلى تقسيم النفقات على جميع الحاضرين. البرج الثاني على قائمة الأبراج الخمسة الأكثر بخلا على الإطلاق، برج العذراء. يميل مولود برج العذراء لادخار الأموال بطريقة مثيرة للغرابة، إذ يحتفظ مولود هذا البرج بدفتر ملاحظات صغير يدون عليه جميع مصاريفه ويحسبها بطريقة محكمة بحيث لا يتجاوز الحد المسموح للإنفاق شهريا. لكن في الوقت الذي يرى أن هذا التصرف نابع من حسن تدبيره وقدرته على استخدام النقود في الوقت المناسب، سيرى البعض أن في هذا حرص وبخل شديدين. لا يحب مولود هذا البرج فكرة الدين أو إقراض المال لأحد مهما كان مقربا، لهذا السبب سيزداد شعوره بالتوتر والحرج كلما ازداد المبلغ المطلوب منه. ومن الجدير بالذكر أن توفير الأموال والحرص في إنفاقها لن يقتصر على الحياة الخاصة بمولود العذراء، بل سيتعدى كي يشمل حياة الأشخاص المقربين منه أيضا، حيث سيقوم مولود هذا البرج بشكل لا إرادي بالتدخل في الشؤون المادية لمن حوله، موجها لهم النصائح والإرشادات فيما يخص توفير النقود. لهذا السبب
لن يتوانى مولود هذا البرج لحظة عن انتقاد أصدقائه أو أفراد عائلته حين يرى أنهم يسرفون الكثير من الأموال في شراء أشياء بسيطة، وسيبدأ على الفور في إلقاء محاضرة عامة في الاقتصاد مفادها هو أن يوفروا قروشهم البيضاء لأيامهم السوداء. ولكن الشيء الوحيد الذي لا يعلمه مولود العذراء في ذلك الوقت هو أن الناس لن يعتبروا من محاضرته تلك، وأنه مهما حاول تنميق كلماته فلن يسمى حديثه إلا بخلا وحرصا على جمع النقود وحسب. البرج الثالث على قائمة الأبراج الخمسة الأكثر بخلا على الإطلاق، برج الجدي. يولي مولود برج الجدي اهتماما كبيرا بالجانب المالي من حياته، ويبدي شغفا لا مثيل له في جمع أكبر قدر ممكن من النقود، فمن البديهي أن تكون الأمور المالية هي محور حياة لشخص عملي ومجتهد كمولود الجدي. لهذا السبب ستكون أغلب أحاديثه عن طرق تنمية المشاريع وزيادة الأرباح، وعن الحسابات المصرفية وغيرها مما يخص النقود. فمولود هذا البرج يبذل قصارى جهده في العمل كي يحظى بأجر يناسب أتعابه، لذلك سيقدر قيمة النقود التي في جيبه، ولن يكون سعيدا إن صرف في أيام معدودة ما تقاضاه كأجر شهر كامل من التعب والتركيز. لذلك قد يبدو مولود الجدي بخيلا في بعض الأحيان، بالرغم من أنه يعلم أن ما لا ينفقه اليوم سيضطر لإنفاقه غدا بشكل مضاعف، إلا أنه سيحاول ادخار أمواله قدر الإمكان والبحث عن البدائل دوما كي لا يضطر لشراء أشياء جديدة. يعود السبب الأساسي الذي يدفع مولود الجدي للتصرف ببخل إلى أنه لا يحب أن يقع في ضائقة مادية أو أن يتعرض للإفلاس ويضطر حينها كي يمد يده طالبا للعون. فالبخل سيكون أفضل من رؤية نظرات الشفقة في عيون الناس حينها. البرج الرابع على قائمة الأبراج الخمسة الأكثر بخلا على الإطلاق، برج الجوزاء. يشعر مولود برج الجوزاء بضيق شديد حيال كل المصاريف التي يعتبرها عالة عليه وهما على قلبه، ويعتبر أن الغرامات والفواتير ما هي إلا عقوبات مالية قاسية ومزعجة بالنسبة إليه. لهذا السبب سيبذل مولود الجوزاء كل ما في وسعه كي يتجنب دفع أي مخالفة مرورية، وسيتجنب الوقوف في الأماكن المأجورة مهما كانت مريحة وقريبة من مكان نزوله، الأمر الذي سيجعله يفضل المشي لدقائق عديدة والتأخر عن مواعيده على أن يدفع غرامة مالية، فالتأخير سيكون أسهل بكثير من صرف ما في جيبه. إن كنتم من المقربين من مولود برج الجوزاء ستلاحظون أنه لن يكون مستعدا لدفع أي مبلغ بسيط من المال كي يحقق راحته الشخصية. مثلا سيفضل مولود هذا البرج الذهاب إلى مكتبة عامة على أن يشتري كتابا يقرأه وهو يحتسي فنجان قهوته على أريكته الخاصة في المنزل، كما سيفضل أن يركب وسيلة نقل عامة ويتعرض لازدحام مروري على أن يستقل سيارة أجرة ويدفع أموالا من دون فائدة. فيما يخص الخدمات المجانية والعروض، سيكون مولود هذا البرج مولعا بكل ما يرضي رغبته في عدم دفع الكثير من النقود، لذا سيكون أول الحاضرين عند افتتاح مركز يقدم خدمات مجانية لفترة محدودة، وسيعشق التسوق في أيام التنزيلات. البرج الأخير على قائمة الأبراج الخمسة الأكثر بخلا على الإطلاق، برج الأسد. يتميز مولود برج الأسد بحبه الشديد لتملك كل ما يعجبه، هذا ما يسمى أنانية ونرجسية ويترجم ليكون بخلا في بعض الأحيان.
وستظهر أنانية مولود هذا البرج وحرصه الشديد حين يبدي مشاعر الانزعاج والغضب إن طلب منه أحد استعارة غرض يخصه. فمولود الأسد حريص على مقتنياته وممتلكاته ولا يحب مشاركتها مع أي كان، فهو يخشى عليها من التلف ولا يحب أن يصرف الكثير من الأموال لإصلاحها أو استبدالها بواحدة جديدة. من جهة أخرى، يعشق مولود هذا البرج كل ما هو مجاني في هذه الحياة، وسيكون أسعد الناس لو كان باستطاعته أن يمتلك كل ما يرغب به من دون مقابل. لذا سيلجأ مولود الأسد لأسلوب المساومة على السعر ومحاولة إقناع البائع دوما بتخفيض الأسعار، وسيكون بارعا في الحصول على حسومات وعروضات لا مثيل لها. فهو يفضل أن ينتظر موسم التنزيلات أشهرا عديدة على أن يدفع مبالغا كبيرة كي يشتري أشياء ثانوية بالنسبة إليه. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.